ونروح معاكم بقى لصوره المساء. اخترنا لحضراتكم صوره من التاريخ الرياضي، صنفتها مجله تايم بانها واحده من اهم واشهر 100 صوره في التاريخ الانساني. الصوره دي صوره ايه؟ الصوره دي هتكون مع حضراتكم دلوقتي، عرضها كامل. صوره الملاكم محمد علي كلاي. محمد علي كلاي في الصوره دي طبعا زي ما احنا شايفين حالة فخر شديدة. أيضا المصور اللي التقط الصورة كانت عنده في الوقت ده، الصورة دي ملتقطة في القرن العشرين، 25 مايو 1965. المصور الرياضي اللي التقطها اسمه نيل ليفر، وكان بيعمل لصالح مجلة تايم. مجلة تايم نشرت الصورة دي وقالت بمنتهى الفخر بالصورة وبالمصور: للحصول على الصورة المناسبة عليك أن تكون في المكان المناسب. حكاية الصورة دي إيه؟ كانت مباراة لملاكمة بين محمد علي كلاي، كان وقتها عنده 23 سنة، والملاكم سوني ليستون كان عنده وقتها 34 سنة. دي كانت الجولة الأولى، ومع الجولة الأولى في الدقيقة و44 ثانية اداله الضربة القاضية اللي نيمته زي ما حضراتكم شايفين في الأرض. التاني أضخم منه وأكبر منه، ولكن هو اداله ضربة محددة نام فيها في الأرض. التقطت الصورة في الوقت ده وهو بيقول له: انهض وقاتل، قوم واجهني. هو مش مكتفي بان هو ضربه كده وانتهت من الجوله الاولى، لا، هو عايز يكمل، فبيزعق فيه وبيقول له: انهض وقاتل. فتم التقاط هذه الصوره، وفي هذه الجولات برضو تفوق محمد علي كلاي. والقصه طبعا قصه شهيره جدا، وصنفت بانها واحده من اهم 100 صوره في التاريخ الانساني. هذه الصورة فيها الكثير من القوة والكثير من الإرادة، حبينا نخليها مع حضراتكم النهاردة في صورة المساء.